للتلاوة أصول، نعم ولا ده مش صحيح؟ أحسنت. هل الإنشاد الإبتهالي أصول؟ كذلك الإنشاد بمعنى بقى قول لي إيه بمعنى قواعد التلاوة نعرف كما أصول. علمنا أهل العلم بأن لكل مجال مقومات، تمام، وحتى تشرع في هذا المجال لابد أن تأخذ بمقوماته. فكما تريد أن تقرأ لابد أن تحفظ القرآن الكريم وأن تتعلم أحكام التجويد وأصول التلاوة، أكيد طبعا. فكذلك للإنشاد لابد من اختيار النص الذي ستنشده مضبوطا النص باللغة. بداية النص مضبوط. نعم. طيب أنت هتقول إيه؟ إيه النص اللي هتقدمه؟ ولابد أن يكون نصا هادفا ذو رسالة، لأن الإنشاد كما قالوا إرشاد، احنا مش بنغني، لأن جاي أوصل لك رسالة من خلال صوتي. عايز تقول إيه؟ نعم. عاوز تقول لي إيه؟ اديني أحكام، أي أن شأنك كشأن الداعية الذي يقف على المنبر كشأن قارئ القرآن الكريم. ابدأ أولا بهذا النص، انتقاء الكلمات الذي ستنشده. عظيم. خلاص انتقيت الكلمات مضبوطة باللغة. لماذا؟ لأن اللغة تتصرف في الكلمة وتغير المعنى. اللغة هنا انت يعني كان اللغة العربية الفصحى، ولا اللغة العربية الفصحى ممكن ان يكون عامية؟ اللغة العربية الفصحى العامية اقصدها. لا. اقصدها العامية لن تؤخذ. ما حدش هيأخذك وانت بتقول عامية. لا حدش هيتكلم فيها. انه الانشاد باللغة العامية هي ذات معنى فقط، تنشد باللغة العامية هذا انت لا تفضلها. منشد شعبي بشكل معروف انه منشد شعبي. اما في بالنسبة لي كإذاعة القرآن، أنا أعد النص ثم أعرضه على لجنة التخطيط الديني بالإذاعة قبل أن أنشده. عظيم. في الفجر. ولابد أن يكتبوا لي عليه لا مانع إذاعيا. نص ده بغض النظر عمن كتبه، شاعر قديم شاعر حديث. لا طبعا يعني نحن لا ننكر نحن لا ننكر كلام أهل الله من أهل التصوف. تمام. الذين شربوا ونهلوا من معين النبوة. تمام. لكلامهم من مشرب، فلابد من القلب إلى القلب. كذلك النهارده بفضل الله الخير فيه وفي امتي ليوم القيامه. صحيح. انا اتصل باحد الشعراء استاذ محمد علي راشد في الاسماعيليه، اكتب لي نص كذا كذا. انا هطلع على الهواء في الفجر، عايز موضوع، انا هتكلم عن شهر رمضان. اكتب لي ابتهال خاص بيك انت بما انك اذاعه وتلفزيون، يعني بيتابع الجمهور عاوز يسمع منك كل جديد. صحيح. صحيح. خلاص انتقيت النص. طيب